الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا شبيه ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واشهد ان سيدنا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وسلم خير نبي اصطفاه والى هدايه العالمين ارسله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. واليقين هو الموت، يعني استمر على الطاعه وعلى عباده الله وامتثال امره حتى ياتيك الموت، لان الموت ات لا مفر منه. سننتقل من دورنا الى قبورنا ومن هذه الحياه الى الحياه الاخره. مواسم الطاعه ايها الاحباب لا تنقضي، جعلها الله سبحانه وتعالى لنا تجاره رابحه على مدار العام. فاذا انتهى رمضان ولا زالت الست من شوال التي هي متممه للاجر والثواب. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكانما صام الدهر كله. والدهر هنا السنه، كيف يكون ذلك؟ صيام رمضان 30 شهرا يعادل كل حسنه بعشره، فالشهر 30 ضرب 10 300، يعني 300 10 اشهر، والست ايام 60 شهرين صاروا 12 شهر. فاذا صمت ستا من شوال لا يشترط التتابع، تصليها متتابعه متفرقه حسب راحتك طيله هذا الشهر، فكانما صمت العام كله. انظروا الى هذا الاجر وهذا الثواب وهذا العطاء من الله سبحانه وتعالى. ونحن بدانا اليوم في موسم الحج، ايضا من شوال يبتدي الحج الذي فرضه الله على المسلمين، على المستطيع. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. مثل رمضان من صامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه عطاءات، تجاره رابحه مع الله سبحانه وتعالى لمن استغلها ولمن استثمرها. وكذلك الزكاه تطهير للنفس، كذلك الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وتذكروا أن قول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ما هو في رمضان لتتقي، تتقون فعل مضارع يفيد الحال والمستقبل مستمر. فنحن نشحن قلوبنا كنشحن الطريق الهادف إلى ما بعد رمضان حتى نؤدي ما أوجبه الله علينا. كنا نغض البصر في رمضان فنستمر بغض البصر في شوال. رب شوال ورب رمضان واحد، الذي خلق الحياة وخلق الأشهر وخلق الأيام هو الله. ما هو فقط نتعبد الله في رمضان ثم إذا انقضى رمضان أطلقنا العنان لشهواتنا لأسماعنا لأبصارنا لألسنتنا لشهواتنا، هذا لا يصح. نكون ما استفدنا شيء من رمضان، ما أخذنا يعني الشحنة اللازمة لعلكم تتقون بعد رمضان.
تتقون على مدار العام، تتقون الله في أعمالكم، في صلواتكم، في أذكاركم، في تلاوتكم للقرآن، في زكواتكم، في صدقاتكم، كل هذا شحن للمسلم أيها الكرام لما بعد رمضان. أيها الكرام، لا شك أن العمل الذي نعمله ونتقرب به إلى الله يحتاج إلى شروط شرطين. الشرط الأول المتابعة، أي عمل نقوم به في الدين لا بد أن يكون موافقا لما أمرنا الله سبحانه وتعالى ولما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بصير نجيب عبادات من عندنا ولا نحن يعني نحدث ونتصور أن نقوم بأشياء لن ترد على النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد من المتابعة، فاتبعوني يحببكم الله. إذن متابعة الرسول مهمة في عباداتنا، في أقوالنا، في سلوكنا، في بيوتنا، في كل حياتنا. هذا الشرط. الشرط الثاني بارك الله فيكم الإخلاص، وهذا صعب المنال. الإخلاص أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، لا يكون في هناك رياء، لا يكون هناك في يعني مفاخرة ولا تباهي ولا سمعة للإنسان، ما يحبط العمل، خلاص ما لك شيء، تأخذ أجرك في الدنيا فقط، في الآخرة الرصيد صفر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هواء منثورا. ليحرص الإنسان على الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أمرنا بالإخلاص. شو معنى الإخلاص؟ يعني أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى، لا نريد به إلا وجه الله. يقول الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء، أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. خلاص، يعني أنت تصلي والله أنا صليت، أنا صنت، أنا تصدق، أنا ختمت كذا ختمت. أنت عم تعلم الناس بعملك، يعني تتباهى بذلك، أنت تريد الناس أن يثنوا عليك. والله ما شاء الله أنك يعني تقي، وأنك أنت إنسان يعني محافظ على قيام الليل، محافظ على تلاوة القرآن، محافظ. لا يا أخي، لا يا أخي، هذا يحبط العمل، يوقف يعني يزيل لك العمل نهائيا. وصدق الله سبحانه وتعالى الذي قال: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما معنى أحسن عمل؟ قال: العمل الحسن أصوب العمل، ولا يكون العمل صائبا إلا بشرطين: المتابعة والإخلاص. فتفقد أنت قلبك، تفقد قلبك، وتفقد عملك، وراجع نفسك في كل عمل تعمله، خلي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إذن هو سر بين الله وبين العبد، الإخلاص سر لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. هذا على طول اتصال مباشر بينك وبين الله، الإخلاص اتصال مباشر. خلي يكون بينك وبين الله، ما في أحد يعلم ما تفعل وما تقوم به وما تتعمل به الله سبحانه وتعالى. لا تجاهد ولا تتباهى ولا تقول نعم. اسمعوا أحد العلماء يعرف الإخلاص بقوله: ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله. يعني ما يشهد على عملك، على صيامك، على صلاتك، على قيامك، على صدقتك إلا الله سبحانه وتعالى. ما في لزوم تعلم الناس بذلك. الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مجازيا سواه. هو الذي يجزيك على هذا العمل، هو الذي يكافئك، مو البشر بكفوه ولا أحد من الناس يعطيك. أنت حين تكون ذلك والله يحبط عملك، صار في رياء، والرياء شرك أصغر وأخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. صلى الله عليه وسلم يقول، فسئل عنه فقال: الرياء أن تراعي أمام الناس بعملك، بطاعتك، بعبادتك، بصدقتك، بزكاتك، بكل ما تفعله. فالمخلص كما قيل يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. إذا أحد يتكلم عن نفسه: أنا عملت كذا وكذا، كان عمل غير طيب، ما
ما حد يقول كذلك الحسنة يكتمها كما يكتم السيئة يكتم الحسنة حتى تكون يعني مقبولة وحتى يأخذ الأجر كامل من الله سبحانه وتعالى. فاحذر أخي المسلم من التفاخر بعملك ومراءة الناس. وتسمعوا وتعرفون الحديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار عالم ومجاهد ومنفق. عالم لفت كبير بحيث لا نص بطنه. أول ما تسعر بهم النار عالم ومجاهد ومخاتل ومنفق يفد مصاري. لماذا؟ العالم كان يقال عنه عالم ما كان يريد وجه الله بس مشان الناس يمدحوه الله عالم ما شاء الله على العلم ما شاء الله هو اللي تباهى بذلك. والمجاهد قال عنه جليل شجاع مقدام ما كان يريد وجه الله بس مشان يثني الناس عليه. والمتصدق كريم رجل يعني جواد يدفع وهو يعني يرتاح لهذا الكلام. فهؤلاء تسحر بهم النار ولا ينالون من عملهم ولا حسنة واحدة. الحديث طويل لكن أعطيتكم أنا خلاصة الحديث أو يعني زبدة الحديث. فاحذر يا عبد الله من التفاخر بعملك ومراءة الناس والسعي للشكر وللتباهي كما ذكرنا. يقول الله عز وجل يوم القيامة للمرائين اذهبوا روحوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم شيء. اللي كنتم تتفاخروا وتقصدون أن يمدحوكم ويثنوا عليكم روحوا لعندهم يشوف يعطوكم شيء. اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. يقول ابن القيم كلام رائع جميل سبحان الله. هذا الرجل أوتي من العلم والبيان والفصاحة يعني ما لا يملكه أحد من العلماء بعد أبو تلميذ ابن تيمية رحمه الله. عالم كتاباته وكتبه كلها نافعة وكل كلامه اللي يكتبه جواهر فيه فائدة للناس وفيه سبحان الله يعالج أمراض القلوب ويعالج أمراض المجتمع. يقول رحمه الله تعالى الأعمال تتفاضل بصورها وعددها لا تتفاضل بصورها وعددها. الأعمال لا تتفاضل لا بصورها ولا بعددها وإنما تتفاضل بتفاضل في القلوب. اثنان يصليان اثنان يتصدقان اثنان يعملان معروف أحدهم عمله وصل إلى السماء والثاني ما بيتجاوز سقف المصلى. الآخر الأول كان مخلصا صادقا يناجي الله صلاة واحدة صلى الظهر هذا أربعة وهذا أربعة لكن صلاة وصلت إلى السماء وصلاة ما تجاوزت السقف. ما الذي جعل الأعمال تتفاضل بالإخلاص بمراقبة الله سبحانه وتعالى؟ فمن علامات الإخلاص أيها الكرام إخفاء العمل. تخفي عملك مش مثل واحد قالوا له ما شاء الله صلاتك طيبة يعني بتطيل الصلاة قالوا أنا كمان صايم مشان يعرفكم إنه صايم وبكفي إنه عم يمدحوه إنه صلاته طويلة قال لا وبشركم أن صايم كذلك. فمثل هذا العمل إنما الأعمال بالنيات لكن لا داعي لذلك. إذا الإخفاء والعمل عدم تزكية النفس لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الحرص على العمل النافع لا تطلب شاهدا على عملك إلا الله دائما. لما بدك تعمل عمل خلي الله ولا يشهد عليه ما لا يشهد عليه جارك ولا أخوك ولا عمك ولا الشيخ ولا زيد من الناس. فالعمل المصحوب بالإخلاص ثوابه وأجره عظيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم الذي لي ولكم وللسلام للمسلمين فيا هو ذا المستغفر. الحمد لله الحمد لله الكريم منا أعطى عباده من الأجر ما لا يعلمه أحد إلا هو سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
أيها الكرام، أحد الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجراً، قال: يا رسول الله، أتيتك مهاجراً؟ كان ذلك بعد فتح خيبر، ففرض الله على الرسول على المسلمين الفيء، أخذوا بذو قتال، فأرسلوا له نصيباً، أخذوا له الجزء من الغنائم. قال: أنا ما على هذا يا أمانة، أنا ما أمنت بشأن أخذ غنائم، أنا آمنت حتى أهرب من هنا وأموت وأدخل الجنة. رفض يأخذ. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأعرابي رفض يأخذ. قال: إن صدق الله يصدقه، إن صدق الله فيصدقه، وأشار إلى هنا هو. ثم بعد قليل جهزوا وأغاروا على أعدوهم فيها أو في غيرها، فجاءه سهم فأصابه في مكان ما أشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صدق الله يصدقه. فاستشهد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق الله فصدقه الله. وكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة، ثم قدمه فصلى عليه، فقال مما أظهر من صلاته من دعاء صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم إن هذا عبد خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد عليه. النبي شهد، يعني شهد على إخلاصه، على نيته التي نوى بها على الجهاد في سبيل الله. فالعمل أيها الإخوة إذا كان مصحوبا بنية الإخلاص كان مأجورا، حتى ولو ما لم يؤدي. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أتى فراشه، يعني جاء غرفة النوم تاعه، وهو ينوي أن يقوم، قوم صلي بالليل، يعني اعتاد الحمد لله، يعني في رمضان كان يصلي، فصار عنده يعني أن يقوم بعد رمضان، فنوى أن يصلي من الليل فغلبته عينه، تعبان هو بيجي ويعايد الناس كذا، فغلبته عينه فنام، يعني فغلبته حتى أصبح، فغلبته عينه حتى يصبح، كتب له ما نوى وكان نومه صدقة من الله عليه. شوف النية، ما صلى وحصل له أجر القيام، لأنه الله يعلم صدق النية في قلبه أنه سيقوم. فالإنسان دائما ينوي الخير يا إخواننا، حتى ولو لم يستطع ينوي فعل الخير فإن ذلك يعني يحصل له من الأجر. ولذا جاء في الحديث: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من تمنى وسأل الله أن يموت شهيدا في سبيل الله بلغ بصدق، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، رواه مسلم حديث صحيح. فالإنسان دائما يتفقد نيته، يتفقد يعني عمله، يتفقد قلبه، فإن النية هي أساس صلاح العمل، وإنما الأعمال بالنيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا له لوجهه الكريم، وأن يعني يرزقنا النية الصالحة والإخلاص في القول والعمل. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. إخواننا الكرام، نحن في آخر جمعة نجمع لإخواننا في غزة، بارك الله فيكم، ويعني عندنا مبلغ لكن قصر عن الحد الذي نستطيع أن نرسله إليه، فجزاكم الله خيرا. يعني عيدية منكم لأولاد غزة، لأطفالهم المكلومين، ماذا نشرح؟ كل واحد أنتم شايف ومطلع ويتابع الأخبار، الوضع مأساوي، ونسأل الله لهم الفرج العاجل والنصر الأكيد والمكين يا رب العالمين. فلا تبخلوا، بارك الله فيك، هذه آخر جمعة نجمع فيها لإخواننا من دعم الله، وفرض علينا وأمانة في أعناقنا، وسنسأل عنه يوم القيامة، فلا تقصروا جزاكم الله خيرا في ذلك، حتى نستطيع إرسال المبلغ الموجود عندنا. عندنا مبلغ موجود، لكن شرطه أن يكون له حد معين، فنحن بحاجة إلى حاجة بسيطة، أنا مش كثيرة يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم،
وأنا نعرف أن الناس ظروفها صعبة في عيد ودفعوا مصاريف وكذا، لكن هذا عند الله، هذا هو اللي يبقى، والله هذا الذي يبقى، وهذا هو الذي تجده أمامك، وهذا هو الذي تخلص به وتبرئ ذمتك أمام الله ونحو إخوانك، نحو هؤلاء الذين يجاهدون عن الأمة والذين يتحملون عبء ما يحصل نصرة لدين الله ونصرة للأقصى. فنسأل الله عز وجل لهم الفرج العاجل وفك الحصار يا رب العالمين. هذا وصلوا وسلموا على من أمرهم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال ولم يزل قائلا عليما وآخر حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين وفي غزة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وانصرهم في غزة يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. يا الله نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك أن تكلل جهادهم بالنصر، أن تنزل على اليهود العذاب والسخط والرجس من السماء يا رب العالمين. يا قوي يا قهار، يا قوي يا قهار، يا عزيز يا جبار، أرنا باليهود وأعوانهم ومن يواليهم ومن يدعمهم، أرنا بهم يوما أسودا، أرنا فيهم سخطك وعذابك إله الحق. يا رب خذلهم القريب والبعيد، وأنت رب العالمين لا تخذلهم. اللهم إنا نشكو إليك ضعفهم وقلة حيلتهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا وأمينا. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم تول أمرهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم داو جرحاهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم احمي الحافيهم واكس عاريهم يا رب العالمين، وامن خائفهم انك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واصلح اولادنا واولاد المسلمين، واعد علينا رمضان يا ربي، وتقبل منا صيامه وقيامه، واجعله عندك خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. ارحم اهل هذا المسجد واهل هذا الحي واهل هذا البلد، وانزل عليهم رحماتك ومغفرتك الهنا مولانا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.